الاستدامة هي هدف حيوي في عالمنا اليوم، وهي غالباً ما تشكل تحدياً كبيراً في القياس، خاصة بالنسبة للصناعات التحويلية، وبالأخص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها. ماذا يمكن أن نفعل بهذا الخصوص؟ لنتابع هذه الحلقة من بحث في دقيقة. نشرت مؤخراً ورقة بحثية حاولت بشكل جدي التعامل مع هذا التحدي من خلال اقتراح المؤشرات الأكثر فعالية فيما يخص الاستدامة خصيصاً للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة. أجرى الباحثون هذه الدراسة في إيطاليا وقاموا بمراجعة منهجية للدراسات السابقة، كما استعانوا بآراء الخبراء من خلال تطبيق طريقة ديلفي الضبابية. نجحت الدراسة في تحديد 25 مؤشراً حاسماً في موضوع الاستدامة. تمتد هذه المؤشرات المتنوعة عبر قطاعات حيوية مختلفة، من تقييم الفوائد المالية إلى تتبع كفاءة استخدام الموارد، ومن قياس رضا المتعاملين إلى الترويج لأنشطة الرفاهية العامة في المجتمع. في البعد البيئي للاستدامة، اتخذ بعض المؤشرات مثل استهلاك المواد وكفاءة الطاقة واستخدام المواد المعاد تدويرها الأفضلية على المؤشرات الأخرى التقليدية مثل استهلاك المياه وانبعاثات الغازات الدفيئة، ويوضح هذا أهمية السياق الذي يتم وضع ملف الاستدامة فيه. أما بالنسبة للاستدامة الاجتماعية، فقد ظهرت جوانب مثل ظروف العمل، الصحة والسلامة المهنية، والإصابات المرتبطة بالعمل، وأيضاً الرواتب العادلة وفرص التدريب والتطوير ورضا الموظفين كأهداف رئيسية للقياس. يعكس هذا الأهمية المتزايدة للشركات في تحقيق تأثير اجتماعي إيجابي، بالإضافة إلى أهدافها الاقتصادية والبيئية. إلى جانب الشفافية المتزايدة التي يطلبها أصحاب المصلحة من الصناعات، هناك اهتمام متزايد بقياس وتقييم الأداء الصناعي المستدام. ولكن بما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها موارد محدودة بطبيعة الحال، فإنها تحتاج إلى استخدام عدد معقول من المؤشرات المناسبة لقياس وتقرير أدائها المستدام بشكل فعال. تقدم هذه الدراسة مساهمة هامة في مجال قياس الأداء الصناعي المستدام من خلال تقديم مؤشرات مدعومة بالأدلة ومصممة لقياس وإدارة الأداء، كما أن هذه النتائج توفر مدخلات مساعدة لصناع السياسات في مجال الاستدامة الصناعية. لا بد لي هنا أن أشير إلى أن نطاق البحث كان ضيق، وأنه من الممكن الحصول على نظرة أكثر شمولية للاستدامة من خلال تضمين مؤشرات إضافية كمؤشرات الحوكمة لقياس الاستدامة على مستوى كامل سلسلة التوريد، من توريد وإنتاج وتوزيع واستخدام وما بعد الاستخدام أيضاً.